بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة وهداية للعالمين. معكم محمد طه بمشيئة الله. في الفيديو ده عايزين نتكلم مع بعض عن كيفية عمل. كان فيه أخ من الإخوان كنا بيسألني عن كيفية عمل، إزاي نجيب ملف من أسماء الناس الموظفين عندنا في مؤسسة، أكوادهم مثلا، ومثلا نقدر نقول اسمائهم، اكواد الاسماء او رقم الموظف والاسم بتاعه من ملف اكسل عندي جاهز، الى على طول برنامج البصمه الموجود عندي. حلو الكلام. نبدا ازاي؟ اول حاجه على سبيل المثال هنبدا الاول نجيب الملف الاكسل اللي عندنا هننشئه. طيب ادي ملف اكسل، اي استخدام اي اصدار، يعني ابدا من 2003 لو انت عايز تستخدمه اهوت. عمل انشاء، هاجي مثلا في الايه، في الخليه هنا، هقول مثلا ايه، طيب اقول مثلا واحد، اعمل رقم واحد كده. طيب وبعد كده هبدا اشد مثلا كده لغايه 20 اسم مثلا عندي على سبيل المثال. طيب وهعمل تعبئه التسلسل، طيب بقوم كده من واحد ل 20. حلو. هبدا اوسع كده الاسم مثلا، ونبدا نقول مثلا محمد عبد الله، طيب علي سيد، انا بكتب اي اسماء، عمر ابو زيد، سيد احمد، فتحي كامل، سمير احمد، انا بكتب اي اسماء وليست في اسماء محددة يعني. طيب انا بقول اسماء معينة يعني ايه، يعني من دماغي من خيالي، علي فريد احمد عبد الله محمد، محمد مثلا علي الى اخره. ادي 9 اسماء او 10 اسماء اهوت موجودين عندي، وموجودين هم موجودين تماما. اعمل ايه؟ هسيف، اعمل سيف بس طبعا بملف ايه، بنص 2003 اكس ال اس. هكتب مثلا مصنف، او اكتب مثلا اسماء العاملين في العمل مثلا، يعني انا بكتب اسم كده وخلاص. طيب خلاص خلصت كده الملف، خلاص يبقى كده دور الملف في الاكسل خلص. هروح على الموظفين، اروح على الموظفين عندي. طبعا اكون الاول انشات الشجره بتاعت الايه، الشركه عندي. الشركه عندي انشات ايه، انا قلت مثلا سوفت وير وصيانه، يعني مثلا ده كان اسم من دماغي كده. طيب وعلى اساس ان لو الشركه اللي انا شغال فيها شركه مثلا برمجيات، او شركه حاجه زي كده، او شركه صيانه اجهزه الى اخره، يعني ممكن مستشفى، ممكن كذا زي ما انا عاوز اي قسم. لو انا مثلا على سبيل المثال هقول مستشفى، عشان كان في واحد من الناس اللي بتتكلم تقول ازاي انشئ مثلا، انا عندي عاده تسميه اهو، اكتب مثلا مستشفى الخير، انا كتبت كده اسمي يعني وخلاص، اضافه قسم المستشفى، قسم الجراحة. طيب بعد كده إضافة قسم تاني، قسم مثلا جراحة العيون، أو مثلا قسم تحاليل، قسم مثلا قسم الأشعة. تمام، قسم العظام، جراحة العظام. مثلا إعادة تسمية قسم الجراحة ده، خليه قسم جراحة الأنف والأذن، الأنف جراحة، جاي قسم مثلا العيون. يعني على سبيل المثال، يعني ما أعرفش طبعا المستشفى، مثلا قسم الطوارئ. انا بكتب اي حاجه بتيجي في دماغي، لكن انا مش حاجه معينه، يعني ممكن انقل القسم القسم، ممكن احط قسم جوه قسم، يعني زي ما انا عاوز، زي ما احنا شايفين كده، ممكن حاجه تبع كده ممكن انقلها بالسحب والافلات زي ما احنا شايفين كده. كده انا كونت عندي قسم المستشفى مثلا، يعني او المستوصف اللي انا شغال فيه، لو هشتغل في مستوصف مثلا، ايا كان مكان العمل بتاعي، انا بنشئ على حسب المجال اللي عندي. طيب
هنا لسه ما فيش اي اسماء عندي ولا اي حاجه، العمليه فاضيه خالص وكل الاقسام فاضيه خالص، اعمل ايه؟ اروح على هنا على الموظفين، على الموظفين اهو قائمه الموظفين، ما عنديش ولا موظف لسه في القسم، كل فاضي. طيب اروح على امبورت، امبورت جلب اجلب يعني. طيب طبعا انا عندي هنا اسماء، وانا انا ايه بعد كده همسحها يعني، بس انا كنت الاول بجرب كده، قلت اجرب قبل ما نعمل الفيديو كده. طيب هعمل استيراد، مش هكتب ولا اسم خالص يعني، مش هكتب اي حاجه، انا ممكن اكتب لكن انا مش هكتب، انا مش هكتب اي حاجه خالص بيانات. طبعا انا بمسح كل، بمسح كل البيانات عندي اهو تماما. استيراد، عملت استيراد، ظهرت لي الصفحه بتاعت امبورت داتا ويزارد. طيب طبعا بختار التنسيق اللي هو ام اس اكس، ام اس اكسل، لا بختار اكس ام ال ولا تكست فايل ولا سي اس فايل، بختار اول واحده. طيب بعد كده الزرار الاولاني اللي هو ده عشان افتح. طيب انا قلت بقى اسماء العاملين، اسماء العاملين في العمل. طيب اهو ضغطت اهو اصبح هنا، اقول له نكست، جاب لي اسماء العاملين فعلا اللي هم 9 افراد او 10 افراد زي ما انا عاوز. هنا لو انا عايز اعمل بالطول او بالعرض زي ما انا عاوز. طيب انا كده عملت بالطول. طيب بعمل له اضافه، اضافه هنا، بختار الكولم ايه، كولم بي يعني. مثلا لو انا جيت هنا عملت كده وعملت كولم بي، ايه اللي يحصل؟ على سبيل المثال اهو كولم بي، العمود بي، اي بختار العمود A و B، اول واحد اللي هو اضافه، هنختار كولم A. طيب وبعد كده هنقول له اوكي. طيب اختار اهو تمام في رقم الموظف، نقول له اكسكيوت، اقول له نو، اقول له اعمل تاني اضافه في اختار B. لو اختار بالطريقه ديت يعني ممكن اختار بالطريقه شكل تاني، اختار بي اهو. طيب هات بقى بالاسم، اسف يبقى انا ده لا اشيل بي ده، حذف، يبقى ده تمام بالنسبه لي. بقى الاسم اضيفه، يبقى هنا اختار الاسم، اخترت رقم الهويه، رقم الهويه خلاص معمول فين الرينج بتاعه اللي هو المدى هنا. الاسم اجي هنا بالزائد الخضراء دي اضغط عليها واقول له البي مثلا، يبقى هينقل بقى من الاي للبي، ادي اهو من الاي للبي اهو بيحدد كده. اقول له مثلا اكسكيوت، نفس، اقول له شكرا خلاص، اقول له يس، لا استيراد تاني معلش، اقول له اسماء العاملين، نكست، اول واحد ده اضافه. طيب وبعد كده ده الرقم اللي جنبه، لا ده اهو اضافه، يبقى الاسم او رقم موظف اول واحد، حلو. بعد كده الاسم ده اقول له بي تمام. تو ابلاي، ادي خلاص نكست، ممكن اسيبها زي ما انا عايز كده اللي هي الخطوة التانية، ممكن اقول له حاجات، وممكن اقول له بوليان لو انا عايز مثلا اضيف له حاجات متغيرات حاجات زي كده ممكن انا عايز يعني. طيب هنا الداتا فورمات والبيس فورمات، ممكن اضيف التاريخ الميلاد لو انا عايز، اللونج ديت كذا، شورت تايم، كل الكلام ده ممكن اعمله، الجنسيه كذا زي ما انا عاوز، الحاجات دي كلها ممكن اضيف كمان هنا لو انا عايز حاجه، بس طبعا انا بعمل اكسكيوت، نقول له نو. طيب ممكن يطلع اضافها، بس انا ضفتها بشكل طبعا ايه، المفروض كنت اضيفها فوق شويه لكن هو ضفها تحت، ما فيش مشكله. طيب اقول له حلو، طبعا الاسماء اللي انا حطيتها بالشكل ده طبعا يعني غلط، ممكن بقى اعلم انا على كل الاسماء اللي حصلت دي. انا بصراحه اول مره اعمل يعني ايه، استخدم، كنت بدخل اسماء الناس يدوي يعني، مثلا ادخل مثلا اسمه الكودي، اسمه الكودي عايز اعمله على طول بعمل يعني، مثلا على سبيل المثال بفرض ان انا مثلا عايز اعمل موظفين، بعد الموظفين قمت قلت ايه ده انا هعمل اضافه عن طريق الامبورت، امبورت كده مثلا، اسف لازم امبورت كده تظهر على الاول يعني، لازم تعمل تيجي على المستشفى مثلا او اسم المؤسسه بتاعتك اللي انت عايزها وتضغط، وبعد كده هتضيف اسماء ناس تانية مفيش مشكله. استيراد طبعا من ملف اكسل تمام،
وهتروح على اسماء العاملين في العمل، وبعد كده هتروح على نيكست هيجيب لك اسماء الناس، مفيش ادنى مشكلة. وبعد كده هتظلل، عايز تظلل مثلا بالشيفت كده، يعني مثلا على سبيل المثال هتيجي تعمل كده، انا ضغط بالشيفت، ممكن تضغط بالشيفت او بالكنترول ايا كان، ممكن تعمل تاني كده وبالكنترول، بالشيفت افضل او بالكنترول ايا كان، او عن طريق الزائد زي ما احنا قلنا او احنا شفنا كده، انا عن طريق الزائد وبختار الكولم A كولم B على زي ما انا عاوز. او ممكن تقول له مثلا ستارت من الاول، مثلا من اول رقم 1 لغاية رقم 9، ممكن من 1 لغاية 9، من 1 لـ9 اهو، تمام، والورقة 1 خلاص اهو، من 1 لـ9 ضف فعلا، من 1 لـ9 بس. طيب ده اقول له ضيف كمان مثلا الاسم، ضيف الاسم بس الخلية بي، الخلية بي من 1 إلى 9 او ضف فعلا الاسماء اهو، تمام، يبقى هنا رقم الخلية وهنا الاسم، هيضيف الحاجتين دول بس اهو، وده طيب. بعد ما جبنا النافذة ديت، وبعد كده طبعا انشأنا عندنا المحطة زي ما احنا قلنا، او انشأنا عندنا اسف انشأنا عندنا الشغل، اقسام الشغل مثلا لو عندنا مستشفى او عندنا حاجة. وبعد كده طبعا ايه اسماء الناس ديت، ممكن اسماء العاملين ديت مثلا منهم مش كلهم في هنا في مكان واحد، مثلا في قسم الأشعة ده موجود، ده في قسم جراحة ده على سبيل المثال، ده يتحول الى قسم العظام جراحة العظام، فلان فلان دوت على سبيل المثال، او سيد احمد ده تحويل الى مثلا الطوارئ، يعني مش كله في مكان واحد يعني، بس يعني اهي يعني جت في مكان واحد. بقى لو جت في مكان واحد بتعدل انت الايه، بتعدل الاكواد وبتعدل الموظفين لو انت عايز يعني بعد كده، بس طبعا بتعمل من امبورت، ومن امبورت طبعا من استيراد، من استيراد طبعا بتحدد ملف اللي هو الام اس اكس، ام اس اكسل مايكروسوفت اكسل، وبتحدد من الزر دوت اللي هو بيفتح البراوزنج، بعد كده بتحدد الفايل اللي انت عندك وبتقول له نيكست، ومن نيكست بتنزل على طول. يعني ممكن انت تعمل كده، وممكن على طول بعد ما تحدد الاسم ده، بعد ما تغير تحطه تمام، طبعا بتحدد الكولم ان هو واحد، او الرو الصف اذا كان هو صف، طبعا مفيش حد طبعا بصف كده يعني، رو هو طبعا كولم، كله كولم كده بالشكل ده. ممكن تعمله بالعرض او بالطول زي ما انت عاوز، ممكن كمان تعمله عن طريق ال الشيفت زي ما انا حددت كده، كل ما بتحدد معاك بيمشي معاك بالشكل ده. طيب كل ده تمام، بعد كده خالص بتبقى بتجيب لك اسماء الناس بالارقام الهوية بتاعتها، وبيظهر عندك الرقم بالهوية زي ما احنا شايفين كده، تمام، بيظهر معاك بالشكل ده. ممكن كمان انت بعد ما مثلا على سبيل المثال في عندك مثلا الشغل بتاعك، عايز تستعمل تصدير ملف اللي موجودين عندك في قلب البيانات، مثلا بقى عندك 100 فرد 200 فرد اقل اكتر، تعمل معلومات مصدرة، يعني ممكن انت تصدر المعلومات اللي انت عندك دي بالشكل ده، وكتبت بيانات الناس كلها عندك في الايه الجداول دي. طيب اصبحت هذه الجداول دي اصبحت قاعدة بيانات، انت ممكن تنقلها عن كليك يمين في اي حتة فاضية، والمعلومات المصدرة بالعناوين دي، او انت مثلا عايز تشيل مثلا حاجة معينة، عايز تشيل واحدة مش عايز تظهرها، وممكن تصدرها بايه، يا اما ملف تكست يا اما ملف اكس يعني ملف نظ اكسل، ملف ايه اكسل، وتبعته على ملف اكسل تمام، وبعد كده هيظهر خلاص، خلاص تحول ملف اكسل فعلا، انا كتبت اي حرف يعني اي كلام. طيب المهم دلوقتي اصبح عندك المنشأة بتاعتك سواء مستشفى اي منشأة فيها الافراد اللي انت عايزهم والاقسام اللي انت انشأتها، وبكلمة امبورت، ادي كلمة امبورت، واستيراد بتستورد عن طريق مايكروسوفت اكسل، ادي الفكرة بتاعتها وسهلة جدا. بس بصراحة انا بستخدم يعني هي حلوة يعني، على اساس لو انت عندك فايل جاهز بدل ما تكتب الناس من اول وتكتبها يعني انا بالنسبة لي كان الناس بالنسبة لي ما كانش عندي فايل اكسل، فعشان كده مش ما كنتش محتاج ان انا اعمل الموضوع امبورت، انا كان على طول الناس عندي وبكتبهم ايه يدوي بايديا، لان ما كانش عندي فايل اكسل. لو انت عندك فايل اكسل
وفي اسماء العاملين عندك في المنشأة ما فيش مشكلة، هتقدر تشتغل بيه بشكل ده بكلمة استيراد، وازاي واحنا شفنا ازاي نعمل استيراد، ما فيش ادنى مشكلة، سهلة. بعد كده لو في اي خطأ او اي حاجة بتعمل طبعا حذف وتنسيق والكلام ده. عايز تعمل اللي تدخل مثلا بعد كده بيانات الناس كلها، اليوزر، عايز لو انت عندك صورهم وعايز تدخل صورهم ما فيش ادنى مشكلة برضو، ممكن تدخل صورهم عندك هنا كمان على جهاز الايه، سواء من قارئ البصمة او الجهاز البصمة برضو، يعني لو انت عندك الجهاز متصل وانت متصل بالكابل التي سي بي على اي بي، كابل الايثرنت او كابل عن طريق الايثرنت، يعني ممكن ايه تضيف على طول من الجهاز لو بيانات الناس، يعني من كذا مصدر ممكن تجيب البيانات من كذا مصدر ومن كذا جهة متاحة ليك الكلام ده كله. ارجو ان يعني اكون قد وفقت بمشيئة الله في الجزئية دي في البرنامج، ازاي ان احنا نجلب او نعمل امبورت اي استيراد ملف اكسل من ملف يكون اكسل عندنا احنا عندنا جاهز، ويكون اسماء العاملين عندنا في الشغل موجودين ونقدر نستدعيها على طول ملف اكسل، وبالتالي نقدر نشوف زي ما احنا شايفين كده وناخد الاكواد بتاعتهم او ارقامهم اللي احنا اضفناها في الجهاز الكونسول، الجهاز نفسه اللي احنا بنبصم عليه، الجهاز الاسمر اللي احنا بنبصم عليه، او واسمائهم واكوادهم او ارقامهم اللي هم مدونه ليهم في الجهاز مطابقه. يعني مثلا بفرض انت مثلا محمد عبد الله ده انت عملت ايه ليه رقم 10، يبقى رقم 10 لازم يكون يقابله رقم كذا رقم كذا على حسب ما هو موجود عندك. اشكركم على يعني متابعتي، وارجو ان انا على قدر علمي البسيط بالبرنامج اكون يعني اضفت حتى يعني لاحد من حضراتكم معلومه، ولو حتى معلومه بسيطه يقدر يعني ايه تنفتح لي حاجات كانت ما هواش عارفها بعد كده يعني. اشكركم على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، والى لقاء اخر بمشيئه الله في دروس مقبله.